السلام عليكم جميعا، كيف شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم في عندي موضوع خطير جدا، موضوع زكاة المال، زكاة الرواتب للناس اللي ساكنة بالسويد وبشكل عام للناس كلها، ولكن خاصة الناس اللي ساكنة بالسويد. قسم كبير مننا للأسف بنشتغل وبنجمع فلوس وقاعدين بنضب فلوس، ولكن ما حدا فينا بيدفع زكاة المال أو زكاة الراتب، لجهل، لتقصير، لعدم معرفة لخطورة الوضع. هاي فلوس حرام، اللي انت اذا انت ما عم تدفع زكاة راتبك او زكاة المال، هاي فلوس حرام، ما في حيكون بركة بحياتك. ربنا رح يحاربك وعليها حساب عسير يوم القيامة، وعلى فكرة هي ركن من اركان الاسلام. يعني هذا الركن، زكاة المال، هي الركن يلي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه هو حارب المرتدين، حاربهم. من اهم اسباب الحرب كانت انه هن منعوا الزكاة. فالموضوع مش عزونا. تمام، زكاة المال، زكاة الراتب شو هي؟ هاي المعلومات رح أقولها هلأ، هي مأخوذة من مجمع الفقهاء بالمملكة العربية السعودية. زكاة المال هي ما بتفرق إذا كان المال كاش أو إن كان المال موجود بالبنك، المهم إنه معك فلوس. طيب، في عنا شيء اسمه النصاب، وحددوه الفقهاء هو 85 جرام من الذهب، يعني 595 جرام من الفضة. لو جينا أخذنا موضوع الذهب، 85 جرام ذهب، هاي القيمة أو هاي الكمية ثابتة. أي شخص في معه فلوس، إن كانت نقدا أو إن كانت بالبنك، يعني بما يعادل قيمة ال 85 جرام من الذهب، بصير لازم يدفع عليها زكاة إذا مرق عليها سنة كاملة أو عام كامل أو حول كامل. راح أوضح هلأ شو يعني. طيب، جينا اخذنا موضوع الذهب، بتعرف انه موضوع الذهب سعره ممكن يختلف من وقت لوقت، من بلد لبلد، ولكن الكمية ثابتة 85 جرام ذهب. قديش حق الجرام الذهب حاليا؟ نضرب ب 85 بيطلع معنا 85 جرام. اعتقد تقريبا بده يطلع تقريبا 5000 دولار او امريكي او اقل شوي، هيك شيء. المهم دائما احنا بننطلق من الكمية الثابتة اللي هي 85 جرام من الذهب. طيب لو جينا افترضنا مثلا 5000 دولار، يعني بالسويدي 50000 كرون تقريبا. لو جينا حطينا خلص قلنا 50000 كرون. طيب لو في حدا عم يسمعني هلا بهذا الوقت، وانا عم بصور هلا بشهر ذو الحجه، يعني شهر 7 يوليو، وحدا قرر يبلش يدفع زكاه من هلا، زكاه المال، زكاه الراتب، هي اسمها زكاه المال. شو بدنا نعمل؟ طيب لو افترضنا هذا الشخص في معه فلوس، ان كان بالبيت او ان كان بالبنك، المهم انه معه فلوس. تقريبا لنقول 40000 كرون، تمام؟ كان معه الشهر الماضي 40000 كرون، يعني تحت النصاب، تحت ال 50000. احنا قلنا 85 جرام ذهب يعني 50000 كرون سويدي تقريبا. كل واحد بيسأل بالبلد اللي ساكن فيها قديش سعر الذهب. طيب لو افترضنا هلا بهذا الشهر بذو الحجه معك بحسابك 50000 كرون وفوق، فانت هون صار معك فلوس فوق النصاب، صح؟ فوق النصاب اللي محددينه العلماء. طيب بتبلش ساعتها تعد من هذا الشهر، يعني لو افترضنا نحن بهذا الشهر ذو الحجه صار معي انا 50000 كرون بحساب البنك او بالبيت، بصير انا شو فوق النصاب، ببلش يعني يستحق علي. فبكتب عندي بالبيت ذو الحجه شهر 7 مثلا انا معي هالقد 50000 كرون او فوق، وببلش اعد من هذا الشهر لشهر ذو الحجه القادم، يعني بده يمرق سنه حول كامل، عام كامل، بيمرق سنه علي. تمام، اذا مرقت سنه علي كامله او حول كامل ولا مره انا كميه الفلوس اللي معي نزلت عن ال 50000، يعني انا هلا بذو الحجه معي 50000 كرون، والشهر الجاي قبضت معاشي، صرفت ومعاشي وكذا، بس ما نزلت تحت ال 50000، على طول معي فوق 50 60 70 80، الشهر اللي بعده قبضت معاشي صار معي 90، اللي بعده صرفت شوي رجعت اجى معاشي صار معي 120، المهم ما عم بنزل عن ال 50000. لو كل هدول الشهور ما نزلت ابدا عن النصاب عن ال 50000، فاذا لما يصير الشهر ذو الحجه القادم فانا هون لازم اطلع الزكاه. خلص، قد ايه بتكون الزكاه؟ بتكون 2.5% من المبلغ اللي بيكون معك بوقتها. تمام، يعني بعد عام بيكون معي مثلا نقول 140000 كرون، وال 140000 كرون هذول فوق النصاب، فوق ال 50000، وانا ما نزلت ولا مره عن النصاب، معناته انا هون لازم ادفع الزكاه بشهر ذو الحجه القادم 2.5%. بحسبوها قديش بتطلع. تمام، لو في حدا لا مثلا هلا معه 50000 بس الشهر الجاي كمان فوق ال 50000 بس اللي بعده رجع نزل عن ال 20000، يعني مثلا اشترى كثير شغلات او صار عنده حادث او مستشفى ودفع فلوس ونزل عن ال 50، صار معه بس 10000 كرون، هون بكون شو؟ نزل عن النصاب،
فهون بيرجع بعد بيوقف عد وبيرجع ببلش عد من جديد لما يرجع يصير فوق ال 50,000. تمام؟ فإذا شرط إنه ندفع الزكاة إنه أنا بطلع على النصاب 50,000 قرون، لازم يمرق عام كامل ولا مرة خلال هذا العام نزلت عن ال 50,000، نزل حسابي عن ال 50,000 قرون. فهمت الفكرة؟ بس هاي هي فكرة النصاب أو فكرة زكاة المال. وعلى فكرة الموضوع مش لعبة ولا احنا عم نيجي نتسلى او نيجي نتهرب من الزكاة، هاي الزكاة هي حق بفلوسك، حق. فالموضوع مش مزح، ما فينا انا والله اجي قبل ما يجي شهر 12 بروح بسحب فلوسي وبحط، مش عم نلعب نحن، هاي زكاة. العكس، لازم انت كإنسان مسلم تكون مبسوط انك عم تدفع الزكاة. ليه؟ لانه هاي الفلوس هترجع لك وترجع مضاعفة على شكل بركة، على شكل صحة، على شكل توفيق بحياتك، على شكل خير، على شكل ربنا يعطيك اموال بيضعف لك اياهم اموال، ما تفكر. وكمان بناء للمجتمع ومساعده الضعيف. فزكاه الراتب، زكاه المال مهمه جدا يا ناس يا ساكنين بسويد. الموضوع مش مزح، مش نحن نقعد نجمع فلوس ولا بدنا نطلع قرش واحد، لا، هاي زكاه وفي لها حسبه. تمام؟ مش والله انا بس يجي على بالي يلا بتبرع لي شوي، هي مش تبرع، هي زكاه. في فرق بين الزكاه وفي فرق بين الصدقات والتبرع. الزكاه هذا حق معلوم بفلوسك. ديروا معكم حالكم، نشوفكم إن شاء الله المقطع الجاي. كان معكم خالد، السلام عليكم.